عسلامة. عسلامة. مدام انت جيتنا عندك مشكلة، تعديت قبل في التلفزة وكل شيء، تحب تزيد توصل صوتك. تفضل احكي لي الحكاية من الأول، كيفاش بديت؟ والله عندي بناتي دخلوا لي معناها في الطريق خايب، مخدرات و... انت قديش عندك صغيرات؟ عندي 5. عندي 4 بنات ولاي. وشكون اللي دخلت لك في الدومين هذا؟ الكبيرة، بدت من الكبيرة وبعد بدوا يطبعوا في بعضهم بالوحدة. معناها الكل؟ قط الصغيرة كهو معناها. احكي لنا كيفاش بديت؟ والله الكبيرة كانت أعقل واحدة في أخواتها هي. ملي مشت الكوليج في شهرين تحولت. معناها كي تقول لي كوليج معناها تحكي لي على 12 سنة. معناها في شهرين تعلمت لي الدخان. بعد بشوي بشوي بدات تزطلة والتحراب بشوي. من الأول كي تعلمت الدخان معناها كي تروح لك للدار هكا ما تشمش شوية ريحة الدخان حاجة هكا؟ لا، أما الأيامات الأولى لاحظت عينيها حوقت، تروح تبدا شاردة، تحط كرسي وتبدا متكي على الحيط وتبدا تخمم. معناها دخلت في الزطلة هوني. معناها تبدا شاردة تقول لها شبيك، تقول لي حتى شيء. بشوي بشوي ولت تراجع عليا معناها كيفاه باش معناها وليت تجاوب كلمة بالكلمة. بالكلمة بالكلمة. بشوي بدات تقوى، بشوي بدات تقوى. وقتاش انت فقت بها؟ والله من الاول فقت بها، سمعت اللي هي تتكيف دخان نورمال. دخان نورمال سهلتها، قالت لي ليه ما نلقى حتى اثار في عندها. معناها ديما نفرك السنه، ديما نتبع، ديما بعد كل مره تجيني معلومه، كل مره تجيني معلومه بقيت نتبع فيها ما نلقى. شنو نوعيه المعلومات اللي قاعده تجيك؟ هاي بنتك تتكيف، هاي تتبع في فلانه، هاي يوصلوا لي اصحاب اخوها. معناها حاولت تراقبها في الوقت هذاك ولا ليه؟ راقبتها والله. نمشي قدام، نقعد قدام الكوليج نهار كامل، مش شيء حتى الداخل، هو حتى الداخل في الكوليج من يدخلوا لهم هذوما اللي يهزوا لهم في المخدرات، يدخلوا لهم الداخل حتى في الساحه الداخل يبدو الدور وما يكلمهم حد. كملت في الطريقه هذيك معناها، وليت قصيت عليه القرايه جمعه، قلت تتصلح وياه شيء. معناها حتى كي قصيت عليها القرايه هي قعدت في الدار وقتها؟ في الدار. اي وقتها هي في الدار. معناها كيفاش توصل لها المخدرات؟ لا في الدار ما خليهاش تخرج، اما كي رجعها تقرا ترجع نفس الحكايه، ما تدخلش تقرا، تمشي معناها تتكيف، تتبع في الخلط الخايبه للي ولت من بعد زطله واحد كي قويت معاه. معناها خلطت عليها اختها. بيه انت ما حاولتش تبعدها من الانطواج اللي هي فيه؟ وين باش نبعدها؟ ما نجمش بعدها. مثلا تبدلها من الكوليج اللي هي فيه، مادام مازلت صغيره معناها باش تلقى بد يزطلوا باش تزطل معاهم. صعيب التبديل، صعيب صعيب. انا من الاول ما حبيتش نحطها غادي، ما لقيتش لها بلاصه اخرى، ما نجمتش نبعدها. طيب بدلوا بالمعارف وعملت المستحيل باش نبدلها، ما نجمتش. كملت في الطريقة هذيك اللي دوبلت معناها. التريميسة الأولى جابت 9 معدل وبدات توخل اللي وصلت للستة معناها. معناها هي في الوقت اللي عمرها 13-14 الطفلة مدمنة. إي كون خلطت عليها أختها العام الآخر حطيتها فرد كلاس. معناها اللي يدخل الكوليج هذا يتعلم الزطلة؟ مش الكوليج هذا بالذات، في كل في الكوليجات الكل أنا اللي نعرفهم الكل معناها. خلطت عليها أختها العام الآخر، ما حطيتها في نفس الكلاس معناها باش يعسوا على بعضهم. قلت واحدة تعاود بوحدة أقل شيء، حطوا الراس على الراس وتبعوا وكملوا في نفس الطريق معناها. ولت خلطت كبيرة وكي جيت معناها ولت ما عندهمش هما تليفونات، عملوا فيسبوكات من الشارع معناها من تليفونات صحابهم. نهار نلقى انا عامله فيسبوك، عطيت لخوها باش يقرا لي شنو اللي عندها في فيسبوك. خواتهم الوليد اكبر منهم ولا اصغر؟ والله عندي وليد الكبير هو. معناها الكبير ولا ابوها ما حاولوش معناها يراقبوها؟ لا
باه يخدم يمشي الصباح يروح في الليل، حتى نهار اللي نقول له معناها طلع على بناتك ولا يقول لي اللي عندي خدمه تو مش نمشي نخدم. خوها زاد يقرا بحذاها في الليسي، نقول له طلع على اختك يقول لي لا نقرا. انا وحدي من المكتب للكوليج نعاون في الدار، ما نجمتش وحدي. كملت هي وقتها في نفس الطريق هذاك، كي معناها فقدت السيطره. فقدت السيطره كي من بعد شنو صار؟ بعد كي لقيت عندهم فيسبوكات، واحد حل خوها الفيسبوك كبسها، معناها حل الفيسبوك يلقى فيه كلام زايد ويلقى فيه مخالطة معناها برشا ولاد ملحومة غاديك كبار في العمر من العشرين وانتي طالعة، معناها بعثين لها تصور خايبين. وواحد عاركت هنا وتغششت عليها، معناها قلت لها ما عادش باش تبعي الطريقة هذي، ما عادش تساعديني معناها في الدار. هذيك غلطتي من الأول هنا اللي عملتها. انت خرجتها من الدار؟ مش خرجت، هذا في بالي معناها. في بالك انت باش تخوفها باش هي تريد، نعرف. هكاك يا اخي هي خرجت، كي خرجت لقيت هذايا معناها اللي جبنا في المخدرات هذايا لقيته في الشارع، مش استخباه في الغابة. استخباه ليلة كاملة غادي ونحن نفركسوا ليلة كاملة، هو يمشي ويجي قدام الدار معناها يشوف فينا شنو. بس معناها يشوف فيك محروقة على بنتك وما تكلمش. أنا عائلة كاملة دخلنا على بعضنا معناها للصباح، وأنا مفركس الصباح مع ثمانية صحابة ماشيين يقروا، اللي نسهل تقول لي ما ريتهاش. يا أخي هو متعدي سهلته، واحدة تقرب له قالت له ريت شمالك، قال لها راني ريتها في البلاصة الفلانية، مشيت نشوف فيها ما لقيتهاش. بقى يلعب بيا معناها كل مرة يقول لي أنا شفتها في بلاصة، اللي مشي جابها وجاي، قال لي مش يجيبها لك أما ما تضربيهاش، راهي خايفة منك وحدة ذيك علاش باتت البر. جابها لي مشيت أنا، كي خرجت هي في الليل الساعة مشيت شكيت، مشيت خبرت عليها معناها، قالوا لي ترجي بعد 24 ساعة. كي ما روحتش للصباح أنا ماشي باش تطلع لها مضمون الصباح وهزيت التصويرة باش نمشي للمركز. كي عرفني هو أنا جابها لي هو، وليت مشيتش للمركز. حتى رجعت للمركز من بعد قلت لهم راني لقيتها. هو الشخص هذا اللي يجيب لها في المخدرات عندها علاقة بيها؟ لا، أما كل من كانت تخ كل مرة تجيني معلومة اللي هي معناها تكلم فيه، وهما عيطولو فار، يقولوا لي فار ما عرفت ما نعرف ما عرفتوش معناها ما نعرفوش يعني. كل مرة يقولوا لي يا بنتك ريناها مع فار بجيران معناها في بالي معناها ولد جارتنا صغير، زاد يعيطوا له هكاك. اللي ظهر هو هذا بعد عرفته معناها عمره 25 سنة. وشنو صار من بعد؟ بعد روحت بيها هكا هو من الخرجة هذيك، ولد ولد ديما تخرج نفس الحكاية نفس الحكاية، ولد ديما ولد هي أختها ولا مكياج مكياج ما عندهمش معناها نتبعهم نمشي للكوليج يقولوا لي بناتك عاملين مكياج، يخرجوا من القراية ديما معناها كل ما نمشي نلقاهم ما همش قاعدين يقروا. كي يجي كبست عليها ما عندها هربوا لي من الدار جمله واحده زوز. معناها الحكايات هذوما الكل صاروا هما اقل من 18 سنه؟ اقل اي 13 سنه و 14 سنه. كو هربوا هربوا تعرفوا على مجموعات اخرين معناها مجموعه معناها الحاله عمال تكبر. كبرت كبرت على الاخر، ولت مشاكل في الدار بصفه غريبه معناها، هربوا من الدار تعرفوا على مجموعات كبار نتاع مخدرات، كل مره تلقاهم في بلاصه، كل مره وصلوا معناها يقعدوا بالشهر وبالشهرين وبالثلاثه ما ريهمش.
انا ما نعرفهمش، عباره ما همش بنادي، كل مهبله في الشارع، الوسخ والشر ما كلهم، وهم كل مهبله معناها. في لحظه كي تلفت ما نلقاهمش، نحوز تلوجت ما فماش، نوصل نلوج في الجبانة في الليل، ما ثلاثة تاع الليل تلقيني ذاك نلوج في الجبانة، ما لقيت حتى حل، ما لقيت حتى حل. نخرها خرجت من الدار، هزيت البنات الصغار والزوز، كي تبعتهم الثالثة زادا كملت بطلت لي القراية. البو هوني وين؟ البو يخدم، ما لقاش حتى قدرة، وصلت جلدت هو. ملقي معناها ملقيناش حتى قدر عليهم، عملت المستحيل باش يخرجوا كهو وتعرضوا للاغتصاب في الشارع. بعضهم تعرضوا للاغتصاب؟ باش يهربوا بثلاثة شهور، بثلاثة شهور ما لقيهمش، مع عصابات كبار مخبيينهم معناها في الدار. ما نجمش نقول غير الاغتصاب، باش نقول لك بريداهم مدام ما هما اقل من 18 سنة، اقل برشا معناها في 13 سنة، ما نجم نقول كان اغتصاب. 13 سنة. واللي اغتصبهم معناها قداش عمره؟ مش واحد مش اثنين، وصل حتى واحد. قداش عمراتهم؟ شكون؟ اللي اغتصبوهم. حتى في 50 سنة. دار 50 سنة تصبها، بعثها للدار حطهم يخدموا معاه في فريب، كي مشي وانا مفركس عليهم مشيت نهار باش لقيتهم يخدموا معاه، قال لي خليها من هنا خير من الشارع معناه، وهو ذي معروف معناه بالمخدرات، يتاجر في المخدرات هو. نهار بعثها للدار قال لها تمشي تجيبي الحوايج من الدار ولا شنو، وخلطت عليها غديكا، سكر عليها الباب واغتصبها، وحب يجيب لها شكون زين، حب يبيتها غاديكا ويجيب لها صحابه واحد. يا اخي هي هربت بحيرة الروح، كتفها في البنك وهربت، مشت للحاكم، مشت للمركز، قال لها وهي هاربه. وقتها هما في حاله ماهيش عاديه، يوصلوا معناها ياكلوا في الحرابش على بعضها، يوصلوا بالخمسه بالسته حرابش مع بعضها. انا بناتي ما عادش نعرفهم، شيء مؤسف على الاخر نسمع فيه. توا وين هما؟ توا هما رجعوا في الدار، هما توا وانا خرجت من الدار من عمني، معناها ملي تبعتهم الثالثه صاي خرجت. عندها الحكايه؟ خرجت من الدار مشيت لدارنا، ما عادش نجم من كلام العباد، ونفسيتي تعبت على الاخر. اكيد اخواتهم الاولاد زاده. خرجت مشيت لدارنا معناها، حبيت نبعد البنات الصغار، رجعوا هما للدار، مشيت لدارنا، امي ما قبلتش الوضع. تحسش انهم فاقوا شويه هكا، ندموا حاجه هكا؟ اي فاقوا تو، ندمين على الاخر، ندمين، ما لقيت لهم حتى حل، اما مخاخم معاش عاديه يعني، على اعصابهم على الاخر، العيشه معاهم مستحيله. حاولتش تعالجهم؟ ما عنديش فيش باش نعالجهم، ما عنديش. ما عدي عليهم عن طبيب نفساني، ما وش باش يعمل لهم حتى شيء، خاطر حالتهم صعيبة برشا. هم حتى في دارنا معناها، حتى من عائلتي داروا عليا، كانوا معايا ولو تو داروا عليا، كي مشيت انا نعيش مع امي غاديكا، تعيش وحدها هي، داروا علي أختي الصغيرة، تحبني نخرج من غادي بأي طريقة. تو كل مرة تجي تعمل لي مشكلة في الدار، أخرجي من الدار، أنت مرضتي أمك، أنت أمي مرضت بالكورونا وتعبت نفسانيا، ردتني أنا مرضتها، وأنا ما عاملة لها حتى شيء، أنا اللي هي باهي، أنا كل شيء. ما فهمتش علاش تعمل معايا هكاك، كل مرة تجي تبدا تعاير فيا قدام العباد ببناتي. أختي الصغيرة وأنا ما عندي وين نمشي، ما عندي باش نكري، داري ما عادش نجم نروح لها. أنت بيدك مرض نفسانيا مدام؟ على الأخر نعدي أنا طبعا طبيبة نفساني، وخايفة على بنتي الصغيرة توا على أعصابها. أنت شنو طلباتك توا؟ طالبة شكون يعاوني باش نداوي بناتي، ومشيت للطبيب طلب علي على الوحدة 5 ملايين، 5 ملايين على الوحدة.
انا كان جيت الدار باسمي راني باعتها، راجلي اقل حاجه يقول لي انا باش نبيع وباش نهرب من هنا.